مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى عين المريسة لمتابعة لقاء بعنوان قدر الأحرار في الذكرى التاسعة لاستشهاد النائب جبران تويني ورفيقيه. نقف لطيفة صمت عن أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي وشهداء الصحافة. حضرة رئيس حزب الوطنيين الأحرار وراعي الحفل النائب دوري شمعون. حضرة ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الإعلام رمزي جريش. حضرة ممثل رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان الوزير السابق وليد الدعوة. أسرة النهار الكريمة عائلة جبران تويني، حضرات السادة ممثلي الأحزاب والطوائف قادة الجيش والأجهزة الأمنية، حضرة الأساتذة الكرام أعضاء المجلس الأعلى للحزب، أيها الحضور الكريم، 9 سنوات مرت على رحيل شهيد الصحافة الحرة جبران تويني ورفيقيه أندري مراد ونولا فلوتي. منذ أن غادرنا جبران في هذا اليوم الأليم من كانون الأول عام 2005 والأمور ازدادت بنا سوءا. دولة بلا رئيس، نظام ديمقراطي بلا انتخابات، جيش يواجه باللحم الحي آلات القتل الداعشية، وشباب يحرمون حتى من التعبير عن آرائهم السياسية في حرم الجامعات. على وقع الأحداث التي عصفت بلبنان في السنوات التسع الأخيرة، افتقدنا في كل لحظة إلى مواقف جبران، إلى صراحته وعنفوانه وشجاعته، تلك التي دفع ثمنها غاليا يوم استشهاده، يوم أعطى فيها للعالم أجمع درسا بالتضحية والوفاء وحب الوطن. لم يسكت الموت صوت جبران تويني، ظل صادحا في ضمير كل حر يذكر أنه لابد من دفع ثمن الحرية. ظل صادحا في قلب كل شاب أو طالب اختار البقاء في لبنان، وفي قلم كل صحفي يدرك أن الصحافة في هذه البقعة من الأرض ليست مجرد مهنة أو سلطة رابعة. في وطن غسان تويني وجورج نقاش وميشيل شيحة وسمير قصير وجبران تويني، تبقى الصحافة السلطة الأبرز في صناعة الحرية والديمقراطية وشرف الحبر والكلمة، وليس في لبنان فحسب بل وفي شتى أنحاء العالم العربي. للسنة الرابعة يحيي طلاب حزب الأحرار ذكرى جبران تويني، وقد أخذوا على عاتقهم هذه المهمة لعلمهم بمتانة الصداقة التي كانت تجمع جبران بداني وبدوري، ولأنهم يدركون أن جبران كان قبل كل شيء أيقونة شبابية. مشكورة منظمة طلاب الأحرار التي تجمعنا اليوم وكل سنة، وهي منظمة ناشطة تعمل بطاقات مادية محدودة تعوضها طاقات شبابية مفعمة بالحياة. كان لي الفرصة من خلال عملي الصحفي أن أواكب نشاطاتها الكثيرة، وهي المنظمة الحزبية الوحيدة التي تخص شهداء الصحافة باحتفال في أيار، والشهيد جبران تويني وهو غير كل الشهداء باحتفال آخر في هذا العام، في هذه الفترة من العام. أخيرا، وإن كنا مجتمعين اليوم فليس فقط لنتذكر جبران تويني، بل لنتذكر أيضا من قتل جبران تويني. يمعنون في إغراقنا وإغراق أنفسهم بالتفاهات، يقولون سعد الحريري خطط لاغتيال جبران تويني. قصص شخصية من حياة جبران أطاحت به وأردته قتيلا في 2005. أما نحن فنعلم جيدا من قتل جبران، وكل يوم نسأل أين نحن من العدالة؟ أين نحن من القضية التي استشهد من أجلها جبران وهي قضية حق؟ وفي ظل الانقسامات المذهبية الحادة، أين نحن من قسم جبران؟ نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم. استلم منذ بضع سنوات منظمة طلابية لا طلاب فيها، وعمل جاهدا لجمع طلاب الأحرار في مختلف الجامعات وإنعاش ماكينتهم الانتخابية، محاولا إشراكهم في مختلف نشاطات ثورة الأرز، فجعل من المنظمة الطلابية الجسم الأنشط في الحزب. أغتنم الفرصة لأشكر من خلاله إيمان الحزب بالصحفيين الشباب ولرغبته بأن أشارك في تقديم هذا الحفل. رئيس منظمة طلاب حزب الوطنيين الأحرار سيمون درغام، الكلمة لك.
مساء الخير. أول شيء اليوم بحب أعزي الجيش اللبناني والشعب اللبناني بشهداء الجيش يلي عم بيسقطوا كل يوم وعم بيسطروا بدمهم وعم بيرسموا بدمهم حدود لبنان، فقالوا منا ألف تحية وهن شهداء كبار بعيوننا وبعيون كل اللبنانيين. نحن لما نقرر بحزب الوطنيين الأحرار إنه نتذكر جبران تويني ورفاقه أندري مراد ونقول فلوته، منكون عم نكمل مسيرة وفا تجاه شهداء ضحوا بحياتهم وبدمهم من أجل أنه نحافظ على لبنان الحر السيد المستقل، من أجل أنه نحافظ على فكرة 14 أدار يلي تجمعنا حواليها لبنانيين من مختلف الطوائف، مسلمين ومسيحيين من مختلف المناطق، ونزلنا على ساحة الحرية وقفنا ورددنا ورا جبران قسمه، وأقسمنا أنه رح دائما نضل ندافع من خلال ثورة الأرز على فكرة لبنان أولاً وفقط لبنان أولاً. اليوم بس نتذكر هيدا التعايش مش مسموح بقى علينا كمجتمع مسيحي، أنه كل ما نكون نحن بخطر نتذكر الماضي ونرجع للبارودة وللحرب. علينا كمسيحيين كل ما نكون بخطر نسعى أنه نتحد أكثر مع الطرف الآخر، مع الطرف المسلم المعتدل، ونكون إلى جانبه. وهيدا الالتحام مع الطرف المسلم المعتدل هو بشكل ضمان لاستمرار المسيحي بهيدا الشرق. من هون كمان لما نتذكر بعض المجموعات المسيحية من أشوريين وسريان وكلدان ولاتين وأرمن، مش مسموح علينا بقى نقول عنهم أقليات. هيدول مجموعة أكترية غنى غنى، وكل مرة بتغنى أكتر وأكتر كل ما تعرف كيف تتشارك مع المسلم المعتدل وتحافظ على وجودها بهيدا الشرق. اليوم نحن علينا واجب كتير أساسي من أجل الحفاظ على 14 أدار اليوم أكتر من أي وقت مضى، لأنكم كلكم بتعرفوا وكلكم بالمخيلة تبعيتكم بتعرفوا أنه 14 أدار هي سورة لبنان الحقيقي، سورة لبنان الحضارة، سورة لبنان الثقافة، سورة لبنان التطور، سورة لبنان التعايش والتأخي. من هالمنطلق ما نتمسك بهالفكرة، ومش رح نسمح للطرف الآخر يستورد لنا أفكار من برا ويغير سورة لبنان. ومن هون منقلهم رح نحافظ على سورة لبنان على مثال كميل شمعون وكمال جنبلاط ورفيق الحريري وحسن خالد وجبران تويني، سورة لبنان على مثال داني شمعون ورينام عوض وبيير جميل. ومنقلهم انه نحن رح نضلنا نضحي ورح نضلنا نواجه تيسير الطرف الاخر هو بيشمهره مش نحن بنشبهه، تيسير الطرف الاخر يعترف انه الجيش اللبناني والقوى الامنيه هي السلاح الشرعي الوحيد على ارض لبنان وما لها وجود للميليشيات. تيسير الطرف الاخر يعرف ويصير عنده وعي تام انه المؤسسات هي اللي بتجمعنا، انه الدوله القويه دوله القانون والمؤسسات والعدل والقانون هي دور المكان، هي اللي بتحمي المواطن وهي المكان الاساسي للمواطن ولا مكان للدويله بلبنان. وبالاخير نرجع نتاكد نحن اليوم عم نتذكر شهداء كبار، عم نتذكر شهداء كبار امثال جبران تويني ورفاق جبران تويني، امثال داني شمعون وكمال جنبلاط ورينام عوض ورفيق الحريري. نتأسف انه بعض الشباب اللبناني عم ينغار فيه ويروح بموت بمشروع ما بيعنينا، بمشروع ونظام ما لنا علاقه فيهم. حبذا هيدول الشباب لو بيستشهدوا، بيستشهدوا فقط ليحيى لبنان عشتهم وعاش جبران تويني وعاش لبنان حرا سيدا مستقلا. وشكرا. إلى جبران تويني تحية من حزب الوطنيين الأحرار وطلابه الذين يتذكرونه اليوم وكل يوم. الكلمة لأمين التربية في الحزب إدغار أبو رزق. مساء الخير. 9 سنوات مرت ولا تزال تعيش نعيش على ذكرى مواقفك أيها البطل الشجاع جبران غسان تويني. 9 سنوات ولبنان لا يزال وسيبقى وفيا لنهجك البطولي
في قول الحق والحقيقة. 9 سنوات ولا تزال يا جبران مدرسة لنا في حزب الوطنيين الأحرار. ننهلو منك مبادئ الدفاع عن لبنان بمسلميه ومسيحيه، وعلى هذه المبادئ يسير طلابنا في الجامعات. فكلما ذكرناك ذكرنا الشهيد البطل داني شمعون، والعكس صحيح. اغتالوك يا جبران لأنك كنت بطلا نمرا وقفت في وجه المجموعات الإجرامية وقلت لهم بصوت عال: إننا شعب يحب الحياة، إننا شعب يريد بناء دولة جامعة حاضنة للبنانيين، لا دولة أحزاب مشاريع طائفية وفاشية وداعشية. اغتالوك لأنك كنت صوت الشباب الواعي المتعالي على جراح الماضي، المصمم على بناء المستقبل وتطبيق القانون. لقد ظنوا أنهم بموتك قتلوا فينا روح المقاومة المدنية والسلمية، وكانوا مخطئين. فمع كل إشراقة شمس جديدة ومع كل صيحة لديك النهار، نزداد إيمانا بهذا الوطن، ونزداد إيمانا بجد والكلمة الحق التي أطلقتها قبل أشهر قليلة من استشهادك، وهي اليوم مشعال نور لنا في دروب النضال والحرية. ونهارك يا جبران لا يزال نهارا مشرقا ساطعا بالمعرفة النيرة والتوجيه المنير. نعم، النهار مدرستنا في الوفاء والنضال والتضحية في سبيل الحرية والاستقلال والعيش المشترك. نهارك نهار ولبناننا ليل حالك مظلم تحيط به الشرور والمصائب من كل حدب وصوب بعناوين مختلفة. فمرة يأتينا الشر من النظام السوري الذي اغتالك، ومرة من الدواعش الخارجيين، ومرة أخرى وهي الأصعب يأتينا الشر من الداخل. وفي خضم هذه المصائب تمتد يد الحوار من قوى 14 من آذار في محاولة ليست الأولى ولا تكون الأخيرة، وذلك بهدف إنقاذ الجمهورية من الفراغ المقصود والممنهج الذي يهدف إلى تفريغ المؤسسات من أعلاها إلى أدناها من أجل تغيير جوهر النظام الحالي وما تبقى فيه من توازن غير مستقر وغير متكافئ في جميع مراكز الدولة. نمد يد الحوار لأننا أم الصبي، ولأن الظروف لم تعد تحتمل مزيدا من الفرد، لأن الظروف لم تعد تحتمل أيضا تفردد حزب عسكري مسلح بالقتال خارج الحدود ومن دون أي حدود المنطق والعقل والأصول الرسمية. وكلنا أمل هذه المرة أن ننجح بتجنيب لبنان خطرا هو الأكبر في تاريخه، وعلى أمل أن يدرك الجميع أن لا خلاص للبنان إلا بوحدة أبنائه وبالتفافهم حول المؤسسة الدستورية والشرعية التي تعتبر برأينا الضمانة الوحيدة لديمومة الدولة ووحدتها. فنم في عليائك مطمئنا، فالنظام الذي كانت له اليد الطولة في اغتيالك ينهار يوما بعد يوم، ومن قدم الحلوى في يوم اغتيالك يدفع اليوم ثمن رهاناته الخارجية. ولبنانك لبنان الوطنيين الشرفاء ماض في نفض الغبار عن جناحيه ليحلق عاليا في سماء المجد والكرامة والعيش الحر. وكن على ثقة أننا باقون هنا متمسكون بأرضنا الآباء والأجداد، نردد القسم الذي تركته لنا ميثاقا متجددا في العقول والقلوب. وأكيد هون ما ننسى شهداء الجيش اللبناني وتضحياته الباسله، واليوم خص الشهيد علي بزيل لعله يكون خاتمة الشهداء، والله يرجع المخطوفين والأسر لعائلاتهم ولوطنهم بخير. شكرا. لن أعرف عن ميشيل تويني كصحفية، وقع مقالاتها في جريدة النهار كبير، ولا كابنة جبران تويني التي أدخلها اغتيال والدها المعترك السياسي. اليوم هي ببساطة رئيسة مؤسسة جبران تويني التي تنجح فعلا في إحياء أفكار جبران بين صفوف الشباب على كل المستويات الثقافية الاجتماعية والفنية. ميشيل تويني.
مساء الخير. بداية أريد أن أشكر رئيس حزب الوطنيين الأحرار الرئيس دوري شمعون ومنظمة الطلاب في حزب الأحرار فرداً فرداً على محبتهم الكبيرة ووفائهم لجبران، وأريد أن أؤكد لهم أن المحبة متبادلة. لا يجوز أن يكون الجيش موضوع خلاف أو مزايدة، ولا يحق لأي قوة عسكرية أخرى أن تدعي في وجود الجيش إنها هي الجيش. إن الجيوش لا تستجدي حقها في الوجود ولكن تبرهن عليه، وإذا لزم الأمر تنتزعه انتزاعا. هذا ما كتبه جبران تويني في 25 الثاني 1979. يا جبران، بعد 35 عاما وما زالت مقالاتك وكلماتك ومواقفك كأنها كتبت اليوم. عار علينا بعد 35 عاما وفيما لا يزال جيشنا يستشهد يوميا أن لا يلقي الدعم المطلوب، وأن لا يكون هو من يملك حصرية السلاح. إذا أراد الشعب اللبناني اليوم أن يبني بلدا جديدا وأن يتجنب أخطاء ما قبل الحرب، فعليه أن يحاسب مسؤوليه حاكمين ومعارضين. جبران تويني في 12 تشرين الثاني 1979. حتى هذه الدقيقة يا جبران لم نحاسب أحدا، حتى هذه الدقيقة لم نحاسب من أدخلنا في حروب الآخرين، ومن ترك منصب الرئاسة من دون رئيس وأوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. ما أصعب أن يفقد الشعب قدرة التمييز بين السلام والحرب. ما أصعب أن يعيش الشعب بلا موقف. ما أصعب أن يستقيل. جبران تويني في 20 الثاني 1979. نعم يا جبران، حتى اليوم لسوء الحظ نحن شعب مستقيل، لا يسور لا يغضب ولا يقول لهم كفى. ما تشهده منطقتنا اليوم هو في الواقع ظاهرة تهديم للدين واستغلال له. لو عاد الأنبياء إلى الأرض لألغوا أديانهم لإلغاء مستغليها. جبران تويني في كانون الأول 1989. أيضا يا جبران، حتى اليوم نتقاتل من أجل الدين وباسم الله، وكأن من يقتل باسمه يعرفه. كم من أشخاص يستغلون الله لكي يصبحوا زعماء الطوائف. وعار ألف عار أن حتى اليوم ما زال من يحارب باسم الدين. على كل حال، بعد 35 عاما ما زلنا نكرر الأفكار نفسها ونطالب بالمطالب نفسها. هل نيأس؟ طبعا لا، لأن من كان من أهل شهداء كشهداء الجيش اللبناني وككل شهداء لبنان فردا فردا وكداني شمعون وجبران تويني لا يمكنه أن ييأس، ولا خيار عندنا سوى أن نعمل على خطاكم في المقاومة الحقيقية، المقاومة الفكرية، المقاومة الثقافية، مقاومة الحياة التي ستنتصر بإذن الله. شكرا. شكرا ميشيل تويني. ليست الشهادة في الصحافة أمر غريب عن آل مروي، فحين اغتيل كامل مروي سنة 1966 وهو أول من أدخل الحداثة في الصحافة إلى لبنان، اغتيل في مكتبه في دار الحياة. لن نستغرب إذن أن يكون لمالك مروي ما يقوله لجبران تويني في ذكرى اغتياله، كلمة عضو اللجنة التنفيذية في لقاء التجدد الديمقراطي مالك مروي. مالك مروي، مساء الخير. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، أيها الأصدقاء، مساء الخير. سأقرأ على مسامعكم نصاً قد يعود إلى 67 عاما خلت. يا أستاذي ومعلمي، 7 أعوام هي زهرة شبابي قطعتها إلى جانبك، أستمد من بسمتك عزاء اليتيم، ومن خبرتك ذخيرة الناشئ، ومن عزمك حافز الطالح. لقد تغلغلت حكمتك في جوارحي واستقرت بها راسخة،
إلى اليوم الذي أدركوا في بطن الأرض رمادا. ثق أن الكرامة التي حملتها حيا وحملتك ميتا ستظل تعصف بنا وتدفعنا إلى النضال معك ومع ذكراك لتحقيق الرسالة التي من أجلها استقر بك الأجل. سر إذن يا جبران إلى بطن هذه الأرض آمنا، فالكرامة كرامتك لا تموت. كامل مروي الحياة 21 كانون الأول سنة 47 في رثاء جبران تويني المؤسس. وهذا نص آخر من التاريخ، ما بيني وبين كامل مروي يعنيني ويعنيه حيث هو، ويعني ربما سلمى ونادية وحياة وجميل ولينا وكريم وجبران الصغير ومالك الأصغر، ثم يعني أم كامل وجبران تويني الذي كان لكامل أبا بقدر ما كان لي وأحيانا أكثر. انتهى الاقتباس. غسان تويني النهار 20 أيار 1966 في رثاء كامل مروي. أخي وصديقي ورفيقي جبران، هذا هو ما بيننا بيننا وعائلتينا، علاقة مجبولة بطينة واحدة وقيم واحدة ومسيرة واحدة وحياة واحدة بل وقدر واحد. ما بيني وبينك من طفولة حالمة حلوة ومرة وشقاوة مراهقة مشاكسة إلى حد الطيش والمجازفة. كيف لي أن أنسى لقاءنا المنتظم بكيرة كل أحد أمام كنيسة مرسيسين في بيت مري لنتسابق إلى مستديرة بعبداد ذهابا وإيابا قبل أن يستفيق الأهل على استعارتنا للسيارات، وكبيرنا أي أنت لم تتجاوز 16 عاما. وكيف لي أن أنسى سنين الهجرة القصرية من بيروت في أواخر الثمانينات مع اشتداد وطيس الحرب وهموم النهار ومتاعب إعادة إصدار الحياة من مكاتبنا المشتركة في باريس. ولعمري ما كان هذا الزمان إلا استعادة لحقبة جبران المؤسس وكامل المؤسس. عندما صدرت جريدة الحياة سنة عام 1946 من غرفة صغيرة في مكاتب دار النهار في سوق الطويل، جبران أو جابي كما كان يحلو لنا ولك أن نناديك، لقد رفدنا من هذه الطينة الطيبة وشق كل منا سبيله وطريقه الوعرة. تباعدنا طورا وتلاقينا أطوارا وتقاطعنا دوما لنعود ونصب في بحر لبنان. فكان اللقاء الكبير في بحر ساحة الحرية، بحر 14 أدار الهادر بأمواج السيادة والاستقلال، وما سبقه من استعداد دؤوبة حكناها سوية مع رفاق آخرين من ألوان الطيف اللبناني الجامع، وما تلاها من ثمار حلوة ومن أحلام متحققة وأحلام متكسرة تتمحور كلها حول قسمك، والذي يختصر حلمك وحلمنا الكبير ليس بلبنان الحرية والاستقلال فحسب، بل بلبنان الحداثة، لبنان التقدم، لبنان العدالة والفرص المتساوية للجميع، لبنان الدولة المدنية التي يفتخر أبنائه ومواطنيه بالانتماء إليها، لبنان المنارة المنيرة، لبنان القدوة للعروبة الحضارية المنفتحة الجامعة، عروبة الغساسنة وهمدان. قوى الظلام نفسها اغتالتك كما اغتالت والدي كامل مروي من قبلك، واغتالت كبيرنا والدك غسان تويني بالقهر، كما اغتالت قافلة طويلة من شهداء الحرية والتقدم والاستقلال، قالوا كلمتهم ومشوا، بدءا من الأبطال الذين علقوا على أعواد مشانق جمال باشا
في ساحتهم وساحتنا. إلى شهدائنا شهداء 14 أذار الأبرار، إلى شهداء البراميل المتفجرة والغارات السامة وقطع الأعناق، فقوى الظلام التي سرقت التاريخ وصادرت الحاضر وخنقت المستقبل تستطيع أن تقتل الأشخاص وأن تذبح الشعوب وأن تمحو المدن والقرى عن الوجود، ولكنها لم ولن تستطيع قتل الأحلام ما دام هناك مؤمنون مثلنا وقدوة مثلكم. فالتغيير آت ولو بالحديد والنار. فنم قرير العين يا جبران في بطن هذه الأرض آمنا، فالكرامة كرامتك لا تموت، فهذا قدرنا وهذا قدر الأحرار. عاهد جبران بعد اغتياله بأن دمه لم يذهب هدرا واعترف له قائلا: نعم كنت على حق ونحن كنا على خطأ حين كنا نرضى بتنازل من هنا أو هناك. تشبث بالمحكمة الدولية بالاعتذار وبالحوار مع خصومه السياسيين، حتى أنه أكد لنا منذ بضعة أيام أن الحوار مع حزب الله دخل مرحلته التقنية. نائب تيار المستقبل الدكتور عمار حوري. صاحب الفخامة، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسماحة، أيها الحفل الكريم، بداية اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الرئيس سعد الحريري في ذكرى جبران، واسمحوا لي أن أؤكد باسم الرئيس سعد الحريري وفي ذكرى جبران أننا لازلنا على العهد والوعد، وأننا سنستمر على مبادئ 14 من آذار كما أرادها جبران وكما أرادها كل شهداء ثورة الأرز بلا استثناء. ما جمعنا جمعنا الدم، وما جمعنا جمعتنا تضحيات الحرية. هكذا كان جبران، كما كان رفيق الحريري، وكما كان كل شهداء في هذه المسيرة المباركة. 9 سنوات وجبران ليس بيننا جسدا، لكن جبران بقسمه، بفروسيته، بأصالته لا زال موجودا فينا في كل لحظة، لا زال مناضلا متقدما في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال، لا زال يقول بيننا لا لكل ما هو غير سيادي وغير شرعي. لا زال جبران ومع صياح ديك النهار في كل يوم يقول الحرية والكرامة. نعم أيها الأحبة، تتغير الظروف السياسية، لكن المبادئ لا يمكن أن تتغير. ونحن هنا في ثورة الأرز آمنا بالعيش الواحد المشترك بيننا كلبنانيين، وكما يعبر عن ذلك قسم جبران. آمنا بنهائية لبنان ككيان، آمنا بعروبة لبنان، آمنا بالنظام الاقتصادي الحر، وآمنا بالشرعية وبالجيش اللبناني يحمل سلاحه وحيدا على كامل الأرض اللبنانية. نعم سنذهب إلى الحوار. هذا الحوار بدأناه سويا منذ 2 آذار 2006 في المجلس النيابي، وتابعناه لاحقا في الدوحة، وتابعناه في بعبدة،
ومعظم ما اتفقنا عليه لم يتحقق. نعم هذا صحيح، لم يتحقق التجاوب مع مقتضيات المحكمة الدولية، لم يتحقق ترسيم وتحديد الحدود بين لبنان وسوريا، لم يتحقق موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لم يتحقق ما اتفقنا عليه في الدوحة من عدم استقالة الوزراء، لم يحترم الآخرون إعلان بعبدة. كل ذلك صحيح، ولكن نحن الآن في مرحلة ربما لم يسبقها ظرف بخطورتها. نحن الآن في ظل شغور في موقع رئاسة الجمهورية، وأنا أقول هنا كتيار مستقبل وككتلة مستقبل، نؤكد ما اتفقنا عليه في ميثاقنا الوطني، لا يمكن أن نقبل إلا برئيس مسيحي لرئاسة لبنان. ولكن هذا الرئيس المسيحي يجب أن ننتخبه، وأن يتوقف الكثيرون عن هذا التعطيل. في نفس الوقت نحن نمر في هذه المنطقة بظرف دقيق وحساس، سواء على المستوى المذهبي أو على مستوى إعادة ترتيب المنطقة. ربما المنطق يقول أن نحاول تخفيف هذا التوتر المذهبي وأن نمنع بلدنا لبنان من الانزلاق إلى هذا الأتون الذي يحيطنا وإلى هذا الحريق الذي يحاصرنا من كل حدب وصوب. نعم نذهب إلى الحوار، لكننا سنستمر متمسكين بمبادئنا، متمسكين بالمحكمة الدولية، متمسكين برفض التورط في المستنقع السوري، متمسكين برفض السلاح غير الشرعي في الداخل. كل هذه من المسلمات، ولن نسمح لأنفسنا أن ندخل في هذا الحوار بموضوع الأسماء، فهذا الموضوع هو موضوع وطني يهم كل اللبنانيين وكل الطوائف. لا أريد أن أطيل، ولكن اليوم في ذكرى جبران لا يمكننا إلا أن ننحني لشهداء الجيش اللبناني، وأن ننحني لشهداء القوى الأمنية اللبنانية. أيها الأحبة، إن الإرهاب لا يمكن أن يواجه بالإرهاب. صحيح أن ما تشهده المنطقة ونشهده في بعض مناطقنا إرهاب موصوف، لكن هذا الإرهاب أتى كردة فعل على إرهاب متمثل بقتل 200,000 سوري شقيق، ومتمثل بالبراميل التي تلقى يوميا. الإرهابان مرفوضان، والحل في هذه المنطقة هو بالحرية، هو بالديمقراطية. وعدنا لجبران أن نستمر على هذا النهج، أن نستمر في النضال لرفع راية الحرية والسيادة والاستقلال، وأن لا نفرط بالمسلمات، وأن لا نفرط بدماء الشهداء. عشتم، عاش شهداء ثورة الأرز، عاش جبران تويني، وعاش لبنان. لم يتردد يوم اختيار جبران في تسمية الجلاد والآمر، وبكلام أراده مطمئنا قال يومها: الليل لا يمحو النهار، التفجير والدخان والدم والنار لا تخنق حنجرة الديك. سيبقى هذا الديك صياحا وصداحا في وجه أعداء الحرية والسيادة والاستقلال إلى أن يسقطوا أو نسقط شهداء من أجل لبنان. حاول الابتعاد عن ثورة الأرز، ولكنها لم تخرج منه يوما. معالي وزير الزراعة أكرم الشهيد، الصديقات الأصدقاء، 9 سنوات مضت على استشهاد جبران، وجبران حي في كل قلم حر.
تسع سنوات والرمز الحر صانع قدره يزهر حرية قدرها أن تواجه السلاح القاتل للشعوب وتقاتل الأنظمة القاتلة للشعوب. جبران تويني أيها الحاضر بالشهادة وبعد الاستشهاد، سلام لروحك الحرة، واجهت بالقلم كيماوي نظام الأسد وهيمنة نظام الأسد ووصاية نظام سجن الشعب السوري وقمع الشعب اللبناني واستعداء الشعوب العربية. واجهت بالقلم الحر، واجهت بالصوت الحر، بالصوت اللبناني الهادر. نبهت مبكرا مع الشهيد سمير قصير إلى خطر نظام الأسد القابض على أنفاس شعبه وعلى أنفاس الفلسطينيين واللبنانيين. بشرت باكرا مع رمز الربيع، ربيع بيروت وربيع العرب، الشهيد سمير قصير بربيع دمشق. أزهر ربيع دمشق يوما أيها الشهيد، أزهر وعلى الهتاف حرية حرية سلمية سلمية. ولأن الشعب هتف للحرية وللسلمية وللوحدة الوطنية، حول نظام الأسد ربيع الشعب السوري إلى مواسم دم وقتل ودمار وانقسام وفتن واقتتال واستيلاد تطرف وتغذية إرهاب. لكن الربيع آت وسيزهر في دمشق حرية ووحدة شعب وحياة، وإن طال الزمن فالشعب يمهل لكنه لا يهمل، وستكون سوريا لأحرارها. تسع سنوات مضت على استشهاد جبران، وجبران وحدة اللبنانيين باق في سعي كل مخلص لإنقاذ لبنان من براكين ومحاولات زجه في أتون محيطه. وما زلنا يا شهيد الحرية ووحدة لبنان نؤمن كما أنت آمنت باللبنانيين، بحوارهم، بتلاقيهم، بوعيهم وحرصهم على لبنان الوطن لكل أبنائه، بنبذهم للفتن ولزارعي الفتن. نؤمن كما أنت آمنت بالشباب اللبناني بالوعي الوطني، وبأن قدر لبنان هو تلاقي كل أبنائه بكل تلاوينهم السياسية والدينية وحرصهم على الحرية والسيادة والاستقلال. تحية لك جبران في الذكرى التاسعة لاستشهادك، تحية لك ولكل من اختار الحرية حد الشهادة، تحية لروحي في هذا اليوم، تحية لأرواح أولى فلوتي وأندري مراد، تحية لشهداء الجيش اللبناني في ذكرى اللبناني جبران تويني. عشتم وكل ذكرى وانتم بخير. في منفاه الباريسي سنة 1990 حمل جبران القليل من المتاع، لكنه أبى إلا أن يحمل في حقيبة السفر صورتين، واحدة ملونة لداني شمعون وأخرى بالأبيض والأسود له مع داني، واقفين أمام مدخل قصر بعبدة في عهد الحكومة العسكرية. قصة جبران مع داني شمعون كانت قصة أخوين، ظن الواحد أن أخاه سبقه إلى الاستشهاد وأنه لن يلحق به أبداً، وكان يسأل جبران: كان داني أخاً لي ومات الأخ، فهل يموت أخ من دون أن يموت في المرء شيء منه؟ أما داني شمعون فقصته مع جبران مختلفة، رجلان جمعتهما في خضم العمر ثورة واحدة وأمال واحدة وأطباع نارية، مشاكسان عنيدان لا يساومان ولا يراوغان عندما يتعلق الأمر بمصلحة وطنية. ومن عرفهم عرف أن المصلحة تعلو فوق عندهما على مصلحة الوطن، وكيف لا وهما الاثنين أخوا داني شمعون. كلمة رئيس حزب الوطنيين الأحرار أن داني شمعون. مساء الخير. مناسبة يلي هي متعلقة بجبران تويني بالنسبة لي أنا، ما في فكر إنه
ممكن أو مسموح أنه حدا مؤمن بلبنان ينسى جبران تويني. جبران تخرج بالمدرسة اللي هي جده جبران أسسها، والفضل مش بس لأبو غسان، فضل عم وليد، الفضل عم سامي، الفضل عم فؤاد، الفضل خير ومروان، فضل الكل اللي اشتغلوا بالمؤسسة هذه وعملوا بالفعل منها يمكن أحسن مؤسسة صحفية بالشرق الأوسط. جبران عرفته أنا من وقت اللي كان مع كميل بالليسين، مش إنه معرفة على كبر بس، وحتى كنا ندافع عنه وقت اللي هو كميل ما يكونوا كثير شاطرين بالمدرسة، كانت الأم اليمنية ونجرب نساعدهم حتى يواجهوا الأهل. في كان معهم يمكن كمان في تلميذ هون كان معهم حضرة الأمين العام، كان معهم بزيت المدرسة وزيت الوقت. كمان كان شاطر. نعم، وبعده شاطر. الأيام اللي مرقين فيها نحن ما في شك إنه من أصعب أيام أنا بتذكرها كل حال. مرقنا ب أنا بعرف مع كمان شعور، مرقنا بحفلة استقبال بالماضي، مرقنا بمشكلتنا مع الانتداب الفرنسي، مرقنا فيما بعد مش مع مشكلتنا مع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، وربنا عطانا جارين ما بينعطوا لحدا. وكل يوم الحمد لله عنا فاتورة صغيرة بعدنا عم نسددها للجارين، قديش هن محبين وقديش هن صادقين وقديش هن بيحترموا الإنسان. بالنسبة لإسرائيل فاتت لعنا مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدها بتهددنا كل يومين المدة هذي انه هن بدوا يدمروا لبنان، بدوا يرجعوا لبنان صحبة. الجار الآخر مشغول عمل يعمل من سوريا صحبة، قعد بلبنان يلي قعدوا، و كان في عنده الدول الكبرى يما سترد له حتى انوجد وحتى دخل وحتى عمل اللي عمله، ويما الدول الكبرى اللي نعتبرها ومجبورين نعتبرها من أصدقائنا يما بعدنا واشترتنا وما قصرت أبدا، كل مرة عبالها تعمل لها شي بزار تعمله. بس إذا فحصنا نحن الأمور كما يجب بنلاقي إنه نحن الحق علينا، لأنه وقت نحن بنكون عم نبعزق ببلدنا بالشكل عم نبعزق فيه، وقت بيكون في أطراف بلبنان ما مأمنة بشيء اسمه لبنان، عينها شادة لبرا، تسمع من طهران، تسمع من الشام، تسمع من الله أعلم مين كمان، حتى تصاب على الأهداف اللي هي حاطتها لنفسها. يلي بدي أقوله لكل واحد عم يمس بلبنان إنه مش ممكن ينجح، له شك ألف ريشة لرزق بقوله عند الجبل، لأنه لبنان صرنا شايفين لحد هلا إنه في كتير طلع عبالهم يحطوا إيدهم على لبنان. ياسر عرفات بالزمانات كان يخبرنا انه هو طريق فلسطين من جوني بدي مرة، اجينا خزافي قلنا كمان انه هو ما بعرف كله مستحلين جوني سبب ناس، واجينا ناس كثير اللي هي تقعد تخبرنا خبريات وتجرب تدمر راجل علينا، وشفنا بالنهاية انه ما في واحد منهم الا غير بشكل او باخر، مش بشطارتنا كثير بس ظروف او يمكن ربنا راضي على لبنان بشكل
انه الجماعه عودي ما راح بيقدروا لو شكوا في شيء براس مجرم. هلا المهم بالقصه انه الفتره اللي نحن مارقين فيها نرجع نتذكر جبران، نرجع نتذكر كيف قتل جبران، نرجع نتذكر ليش قتل جبران، ونرجع نعمل سويا حتى ما يرجع يصير في جرائم مثل الجرائم اللي صارت بجبران، وما يكون في تدخل بشؤوننا لشو مصار الأمر. إذا كانوا كلنا كنا متكتفين، وأنا أظن ما مر على لبنان من وقت الاستقلال أو فترة الاستقلال كان في تكاتف مسيحي مسلم مثل ما في اليوم، وبالرغم من وجود حزب الله وبعض الناس اللي هم مرغمين من إخواتنا الشيعة يمشوا مع حزب الله، مش راضيين بس مرغمين ومجبورين يعملوها حماية عن النفس. أنا بظن إنه حزب الله بلش يفهم إنه الطريق اللي ماشي فيها ما راح تودي ولا مطرح، إنه الحلم اللي هو كان موجود إنه يرجع يرجعولنا داريوش، كان اسمه مش هيك، كان اسمه الزعيم الفارسي العظيم اسمه داريوش اللي هو وصل انه ترجع هيدي تصير عن جديد منا وارده. بدو يرجعوا يفهموا انه خلينا كل واحد يرجع لحجمه، يرجع لحجمه اللبناني، يرجع ضمن البيئه تبعيته، ولبنان يكون الف خير. ما راح بحكي اكثر من هيك، بدي بس قول لبنت جبران انه بعدنا لحد اليوم نستفدوا مثل كانه امبارح غير بعدنا. يعطيكم العافيه. أنا من الكل يضل جالس للجزء الأخير من الحفل. مثل كل سنة بتختار منظمة طلاب حزب الأحرار شخصيات تستحق التقدير لتكرمها. بالسنوات الماضية اقتصر التكريم على أشخاص ناشطين بالحق للصحافة، بس السنة حبت المنظمة أنها تكرم أيضا ناس فاعلين بالشأن العام ومجالات أخرى. بدعي معالي وزير الإعلام رمسي جريش، معالي وزير وليد الدعو، المنسق العام لقوى 14 أدار أستاذ فارس سعيد، وأمين عام حزب الوطني الأحرار دكتور ياس بوعاصي ليتفضلوا على المنصة لتقديم الدروع التكريمية. تقديم الدروع التكريمية بداية للدكتور سامي نادر، محلل سياسي واقتصادي، خبير بشؤون الشرق الأوسط، مستشار للعديد من الحكومات بلبنان والعراق. دكتور نادر هو حالياً مدير معهد المشرق للأمور الاستراتيجية ومحاضر بجامعة القديس يوسف. آراءه السياسية والاقتصادية بتصدر بالعديد من الصحف بلبنان والعالم العربي، وهو للعديد من المؤسسات الإعلامية اللبنانية المرجع الأول لتفسير وقائع الخرائط السياسية والاقتصادية بالعالم العربي.